الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بین رید رزدار خوش کو برای تیجا ما پی خوش جار قدی هم گشت نف ایک بو پشکش کرنا خلق که قدی اش برنامه ما باوری هم دعاش خود تعالی تین خود تعالی ثبات و استقامه و خوراگتنه و ایمان که پاقج و بجیم پرس قیمه بکت و ام سرفراز بین رجا قیامته. بین رید رزدار امی برف موسمه که گلک گلک مزنی طاعت و عبادتی وچین کو اوجی افا ایک شوان موسمه یا گریدای پروکنه که مزنش ارکانیت اسلامی با و ارکانیت اسلامی وکی یا دیار خود تعالی حسای تشریع کنین وکی الدیف و خلقتا عبدوی کانه چوا خود تعالی عبدوی خود چه کریه اف ارکانه جی حسای تشریع کنین کو بکر و خلقته بین او که اول سر چه کری بمعنى تشك خود تعالى تشريع نكر يها قريب زحمت بالتكليف بد وكان بيجين تكليف بمعنى تكليف وما لا يطاق بتسر عبدوي اف موسم موسم حج حج ركنك ما ظنش اركان الاسلامي و خود تعالى القران ذات بجت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. پیغمبر خدا صلوات خدا سب بجد بنی الاسلام على خمس، يعني بمعنى اسلامتي سر بنش دين هدي او واكرن شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. حج كرم بو مولا خدا تعالى المكه بيروس المسجد الحرام. حج خدا تعالى فرض كري وكبري في قبل نص ايات مقودي ولله على الناس. خود تعالی گوتی خود تعالی حق هیل سر مروفا چنه مالا خود تعالی بو حجه بس قیدک دانا گوتی من استطاع الیه سبیلا استطاعه شیان وی کابرای هبنه وی چتا حجه شیان بمعنی شیانت مالی یت پاری و شیانت لشی یت بدنی جی هبن وقتی اف هر دو شیانه استطاعه بو پیدا بون یت مالی و یت بدنی اف کابرای دوید اف چتا حجه. طبعا فيغا في وكيا ديار ناف نفيسينا وكذا وزحمته احتمال عندك مروفي تهينا بات شان صالة نافي خونا نفيسي بس ام بيج نافي مروفي اما تيار سر ملت خوراكر هندي تو نافي تخد نافي خب بنفيسي ونافي تانا در كيف تيار خور سر خوراكري يعني الا اللهم في جنافي تانا در كتب خلاصة بتشكى خارج حدود وطاقات التيابة. خود باشي خود تعالى قلتي ومن كفر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هر كسا كي كفر في حجيب كت في حجيب كت في ركن ما ظنش أركان الإسلام كت خود تعالى قلتي أجيب بمنتم اش همي مروفاياتي اش همي عوالمه اش همي تشتكي أزيب بمنتم يعني شو يعني ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قالك مروفا في قافي ديبيني على أساس يعني خو بمنت يتش خود تعالى اس دي بجت نمجبورم چون پاري خوب دم عربا يعني حج چي حج حج جريمة حج بريا جزيرة عربي يعني عندك اخفني تحصى اس نوچ موري جبر عربا كذا يعني عربا چ علاقت في ركن مازنش اركان الاسلامي نينه چ علاقت بفنينه خود تعالى جشتا بمنتا تبچي تبنچي نمهمة يعني يعني دف خود تعالى عز وجل خود تعالى قالك يا بيمنا قلت ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقت مروف صحتياتي تشتك خودي تشريع كلي رب العالمين عز وجل حاشا نقانونك الدنيويه نم مروفك يا تبشي اخفنا ويبشيل كي يلبش قوي خوفا بابجي رب العالمين إله رب خدان مهمية يا بتمروف مقابل في ربي وفي إلهي بصان تشت أغفة تشت بيجت نهر تشتكي إش دفي مروف يدرك في مروف بيجت بتمروف جالك جالك هشياري أزمان خوبت أف حجة أف ركن مظنش أركان إسلامي
طبعا افجها كم مكها بيروزا ومسجد الحرام خدي تعالى قد ابراهيمي هر اوكا اساسيت بهبون قد ابراهيمي هر جارك دي بنات بلنت كفا تشكو خدي تعالى جت نص القران ده واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت بمعنى اف قواعد هبون اف اساس هبون ابراهيمي وكره اخو اسماعيل جارك دي بلنت كنفا وقت خلاص كده آواهی کعبه خود تعالی گوده ابراهیمی دو جا گازی که عالم دا بین حجه گوده یا ربی از چو گازی کم دنگی منا گه تا عالمه گوده گازی که و گهاندن سرمایه خود تعالی گوده گازی که و گهاندن سرمایه ابراهیمی جا علیه السلام گازی کر گازی کر عالمه و گازی کر خلکی گوده ورن حجه خود تعالی جد بجد عز و جل و اذن فی الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام دبيني مروفة إيمان دار مروفة خد النياس أو مروفة إيمانك مطلق خد تعالى هبتوا إيمانك مطلق بإسلام هبتوا إيمانك مطلق فيغنبري خد محمد صلى الله عليه وسلم هبت وقت بدا موسم حج وقت حج دلوي خط خطط إيمانوي تلفلفت شوقك يد دلوي داهي حستيت خوزي أوجد جل فمرو وابا ودشنا مالا خد تعالى بو حاجة حسكنا كم مظن يد دلوي مرو ودا شوقك كم مظن يد دلوي مرو ودا أخين كات راهلت أبهمي جبروي غازية أبو إبراهيم عليه السلام راهلاي هل مرو وكي إيمان دلي دهبت دلوي خط خطط جبروي غازية حج افركن مزنش اركان الاسلام فضيله بجلا جلاكن جلا جلاك تشتكي مزن الدف خد تعالى جبر هندي وقتين رفت تحج حاجه طب صرمانك احتمال برينج دخلت يد كرينو تقول نهيت كرينو تحدود خد تعالى اتبصن دينو افتشت توصي شتا بيدا بوين بس وقت تشي حاجه خد تعالى فون تشتا هميا دي جيبت الا حقوق حق الناس نبت حق عالمنا نبت سر بابا تكتيت نبينا تو فامرو بعد او تشتي تابعي تو خدت على خدت على همية غفرينت عمرو بن العاص هذا في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله وقت هاتي طبعا في غنبري صلى الله عليه وسلم استقباله يكل قلت هاتي ابو سلمان بيا عمرو قلت بلاي في غنبري خدي هات دست خوب دريش كر كودا بيعيب داتا بيغمبري خود صلاة خود رسالة بيغمبري عليه الصلاة والسلام دستي خود دريش كر اوي دستي خود وكيشا وقت دستي خود وكيشا قد مالك قد عمري تخيرا قد ولكني اشترط يا رسول الله بس بوم شرطك هي اي بيغمبري خود قد شرطي تشا قد اشترط ان يغفر الله لي ودي الشرط من أبايا خد تعالى قلنا هتم بغفرينت إنه بيغمبري خد صلى الله عليه وسلم قلت أما علمت يا عمر ما تنظن يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله قلت ما تنظن يا عمر وقت تتيت إسلام دا خد تعالى قلنا هتم برينجي هم يتغفرينت وقت مروف توبتك جبو خد تعالى توبك خالص توبك جدل خذ تعالى عينا قلنا هتمروا به هم يتغفرينت وأن الحج يهديم ما كان قبله وهنديك حجة هنديك مروفة كد وقت قصت حجيت كد مالا خذ تعالى بو حجة وهمي تشتت بش قوي خوفة هلتو وفانجل كسبيت كتا برخو وتد خطافة ناف مالا خذ تعالى ده وهوار كتا خذ تعالى وجاب النداء خذ تعالى ده بجد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قلت ما تنظني وقت إيك حج جيت كت خد تعالى قلنا هتوي هميات غفرينت بيغمبري خد صلى الله عليه وسلم بجد من حج فلم يرفس فلم يرفث ولم يفسق ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ده زفرش جون جونه خو هر وقتی اف مروفا شنیک اج دیگه خوب بی وقتی مروف حجت کرد بفی طرزی ابی کو خود تعالی نشان مدای راجع من ذنوبه
خود تعالی گونه هیتوی همیه ده غفرینت هر وکی اف مروفه شنیک اش دیگه خوبوی اف قنجیه که فضیله که گل گل که مزنه خود تعالی ده تفی مروفی اف مروفه حجی کرمه که گل گل که مزنه نعمته که گل گل که مزنه خود تعالی دیلت کت هگر او استعاب کت هگر او بزند ده چاو محافظه لسر وی حجی کت ده چاو بخو پارز دوی حجا خو ده چاو بخو سلمین دوی حجی گل گل که گرنگه مروفه مسلمان اهتمامه که پیبدد اهتمامه که یا کلی وقت اهتمامه پیبدد افتشته افضا ایلا به نبیران مروفی موضوع حجامه مای بابت امه مای بس خود حس کد انشاءالله تکمیلاوی ده بودر ثابت بد ام دعاش خود تعالی که خود تعالی توفیقه مهمی آبدد گنهت مهمی خود تعالی بغفرینت حج برسقه مهمی آبکت سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.